عالم السباحه ما راح يمشي كره على الاستضافه. بالنسبه لهاد الموضوع هذا موضوع شويه صعيب شويه، لان ماشي اول مره كتوقع لهذا الشيء. هذا افتتاح طنجه باش نتكلموا، افتتاح طنجه وقع له مشكل مع اودايو. راه كانت عقلتو راه الناس اللي عندهم ذاكره قويه راه يعرفوا هاد الناس ديال طنجه، ماشي طنجه كامله، كاين واحد بعد محسوبين على الناس ديال طنجه اللي كان دايو اللي كان تسب توا بكلمه نبيع وخرج الحلاح التوني وخرج عقلتو. ودابا عاوتاني كنشوفوا ما كوينه، حنا كجماهير وداديه وحنا كجماهير كمجتمع مدني حنا كنستنكروا حنا في المغرب، اخص المغرب حنا بلد تعايش، بلد ديال ما عندناش فرق ما بين هذا وهذا. حنا حتى في الدين ديالنا، حتى الدين الاسلامي ديالنا حنا لا فرق بين هذا وهذا الا بالتقوى. حنا حتى في الدين ديالنا، الدين ديالنا كيقول هكايا باش انسان غيخرج كان مريح في منصه طالع في تريبيل وغادي ينزل من التريبيل ولا حاسب ولا راقب، حتى واحد موقفه وبقى نازل. وشكرا للصحفيين اللي صوروه كان في تريبيل وجاي نازل وغادي ينزل باش يقول كلمه عنصريه في حق المدرب ديالنا. حنا مع كوينه، حنا كجماهير وداديه حنا مع كوينه. قول لما كوينه حنا راه في جلبك، حنا انت راك مغربي انت بهذه العباره. انت راك حنا ملي جيتي الوداد شنو كاش لبستي؟ لبستي لبسه ديال الصحراء ودرتي كشكول واعترفتي بالصحراء المغربيه، وراك لعبنا مع فريق شباب المسيره لعبنا معاهم، راه كلشي العالم كامل شاف التصويره ديالو كيفاش مصور. وباش نجي على حنا، وحنا كاين واحد حساسيه كبيره ما بين جنوب افريقيا والمغرب، وغادي نجي حنا كنصالحوا في الامور باش نقاد الامور. سيدنا الله ينصرو كيصلح في البلاد ويقاد في الامور، ويجي واحد يضرب لنا كلشي في زيرو. هذاك راه سفير، هذاك سفير ديال 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 جنوب افريقيا عندنا هنا في المغرب، راك شاف كيفاش كيتعاملوا مع الجماهير الوداديه وكيفاش كيترحبوا به. كل نوبه كيبع شي عند واحد، كل نوبه غادي عند واحد جماهير وداديه هازينو فوق راسهم، يجي واحد يضرب لنا كلشي في زيرو. حنا كجماهير وداديه كنستنكروا على هذا الشيء اللي دار هذا السيد هذا، كنستنكروا وكنقولوا كفانا من هذا الشيء. هذا الشيء ما خصوش يبقى يتعاود عاوتاني على قولة الله أكبر، هذا الشيء ما خصوش يبقى يتعاود إن شاء الله بحول الله.